نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجهر الإمام بقول ربنا ولك الحمد بدلالة حديث ابن عمر حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ لا، ما يجهر بسمع الله لمن حمده، نعم يجهر بها ليسمع المأمومين، أما ربنا ولك الحمد فهذه لا حاجة إلى الجهر بها، إلا إن كان من باب التعليم، إن كان من باب التعليم فلا بأس، يعلمهم ماذا يقولون لا بأس. نعم.